ملف فساد القمح. قال مجدي ملك رئيس لجنة تقصي الحقائق والتي شكلت من قبل مجلس النواب بأنه اللجنة لجنة مستمرة في تنظيم زيارتها الميدانية حتى آخر يوم في أعمالها قبل تسليم التقرير النهائي للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والمحدد ليه يوم 29 يوليو. وأضاف أيضا في تصريحات لينا لبرنامجنا السعودي الأخبار امبارح بأنه بأنه اللجنة جادة في وضع ضوابط لهذا القطاع تمنع تكرار نهب الدعم والذي يؤثر بدوره على الموازنة العامة للدولة. أوضح بأنه التوصيات هتشمل محاسبة المقصرين، اتخاذ كافة الإجراءات معهم وفقا للقانون، والتحقيق مع كل من ساهم في إفساد هذا القطاع على مدى سنوات ومحاسبته أيضا. احنا معانا عبر الهاتف النائب مجدي ملك رئيس لجنة تقصي حقائق القمح مجلس النواب. أهلا بك سيادة النائب. تحياتي لحضرتك وتحياتي لمشاهديكي وتحياتي للشعب المصري. يعني سيادة النائب أعرف متى وصلتم إليه خلال زيارتكم بالأمس وهل هناك زيارات يعني مقامة اليوم؟ أي فندم، الزيارات زي ما وضحت لحضرتك إنها مستمرة طوال فترة انعقاد اللجنة حتى نهاية الشهر الحالي، وبكل أسف دائما في كل مكان نذهب إليه نجد أن هناك بحر الفساد الذي للأسف يعني تبحر في هذه المؤسسات بعض هذه القطاعات وهذا القطاع تحديدا. لقيتوا ايه امبارح يا سياده النائب في زيارتكم؟ انا عارفه ان انتوا كنتوا امبارح في البحيره تقريبا، اول امبارح كنتوا في اسيوط لو انا غلطانه يا ريت تصححها. يا فندم، اول امبارح في اسيوط، امبارح في البحيره، النهارده في الجيزه. يعني الملايين التي سيتم الافصاح عنها، احنا بناخد نماذج. يعني هذا ما تقوم به اللجنة من عمل للتفتيش وإعادة الفحص على بعض هذه الأماكن هو نماذج من ما يتم التفتيش عليه من قبل اللجان الأخرى للتأكد من عمل هذه اللجان التي تقوم بالتفتيش على الصوامع والأماكن والشون. وبكل أسف في كل مكان نذهب إليه نجد أن هناك توريد وهمي وأن هناك عجز في المخزون المسجل بالدفاتر والسجلات. طب سيادة النائب أسألك لقيته إيه امبارح في البحيرة؟ لا ما كتير يا فندم، كتير سيتم الإعلان عنه في التقرير، مبالغ أعتقد يتم تداولها على بعض المواقع، مبالغ كثيرة. طب أنا بشكرك شكر جزيل النائب مجدي ملك رئيس لجنة تقصي حقائق القمح مجلس النواب، بشكرك شكر جزيل.